حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر خبراء قانونيون من ممارسة بعض مكاتب البيع بالتقسيط ومكاتب صيرفة تمنح قروضا للمواطنين مقابل التحفظ على بطاقاتهم الإلكترونية للرواتب. واستغرب الخبراء من تجاهل سلطات مكافحة الجريمة الاقتصادية والجهات المعنية لهذه الممارسات وهذه الشركات، موضحين أن بعض المواطنين فقدوا رواتبهم وتوقفت بسبب إشكاليات في التعامل مع هذه المكاتب. وغالبا ما تحذر الجهات المعنية المواطنين من مكاتب منح القروض مقابل تأمين البطاقة الإلكترونية لديها دون أخذ أي إجراءات بحق هذه الممارسات. رجحت اللجنة المالية النيابية بدء الوزارات بتطبيق بنود الموازنة المالية للأعوام الثلاثة مطلع تموز المقبل. وقال أعضاء في اللجنة إن قانون الموازنة المرسل من البرلمان لرئاسة الجمهورية يتضمن 78 مادة بعد إضافة 11 مادة للنسخة المرسلة من الحكومة. وأضاف الأعضاء أن الحكومة قد تطعن بمواد أضافت أعباء مالية، مشيرين إلى أن الطعن بأي مادة سيوقف تنفيذها في الموازنة. أكد خبراء اقتصاديون أن العجز المالي أو الحالي في الموازنة المالية غير مسبوق، كونه تجاوز نسبة 25%، وهذا غير جائز قانونا في العراق. وأوضح الخبراء أن سد العجز قضية معقدة وصعبة أمام الحكومة التي وضعت في خططها أنها تستعين بفائض أسعار النفط وحددت سعر البرميل بسبعين دولارا، على الرغم من أن أسعار الحالية للنفط هي أكثر من هذا الرقم. وأشاروا إلى أن رؤية الحكومة القاصرة بخصوص أسعار النفط سيوقفها أو سيضعها في مأزق كبير جدا، ولن تكون قادرة على سداد ربع قيمة العجز الحالي في الموازنة. طرحت لجنة النفط والغاز النيابية مقترحين لتنفيذهما في حال إصرار تركيا على منع تصدير النفط من خلال خط جيهان. وقالت اللجنة إنها اقترحت على وزير النفط الحالي حيان عبد الغني تصدير حصة كردستان العراق النفطية عبر شركة تسويق النفط سومو عن طريق الجنوب، أو المضي بإدامة وصيانة خط العراق بانياس الذي يمر عبر سوريا وتصدير النفط المستخرج عن طريقه، مبينة أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا من أجل استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان. وفي خبرنا الأخير، أكد خبراء اقتصاديون أنه لا يوجد تخطيط اقتصادي أو عمراني للدولة في العراق منذ 20 عاما مضى، ما أثر على المدن الكبرى مثل بغداد التي تختنق حاليا بسبب الاكتظاظ السكاني. وقال الخبراء إن وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان معطلتان منذ عام 2003، ما أدى إلى تمركز السكان في المدن الكبرى وعلى رأسها بغداد التي تحظى حاليا أو الذي تخطى حاليا عدد سكانها 9 ملايين نسمة. هذا وأشار الخبراء إلى أن غياب التخطيط حمل بغداد أعباء كبيرة عبر تمركز أغلب القطاعات العسكرية والاستثمارية ومؤسسات الدولة فيها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.